السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد كبيرة عن قوي، الجواز. أنا مش ماما بس. النهاردة هنتكلم عن الشفتات، الشفتات بتاعة الشغل اللي هو في موظفين بيبقوا شغالين من 8 ل 2، وموظفين تانيين بيجوا من 2 مثلا ل 10، وموظفين تانيين بيجوا من 10 ل 8. الفكرة دي مستوحاة منين، أو إيه علاقتها بالجواز؟ الأطفال، الأطفال شغالين في الزن والوش والعياط ورادي، ده بيسلم دي ودي بتسلم ده، ما بيفصلوش. مش إن هما مثلا يبقوا بالنهار صاحيين وبيلعبوا ويتشاقوا وبالليل يناموا، لا مفيش الكلام ده خالص خالص. الساعة البيولوجية ديت بعد ما يعدوا 30 سنة حضرتك، دلوقتي هما أطفال يناموا براحتهم ويصحوا براحتهم، وتيجي لو أجبرتهم إن هما يصحوا بالنهار تبص تلاقيه بقى قاعد كده مثلا على الكنبة قدام التلفزيون، مش تعرف تعمل حاجة. فمفيش حاجة اسمها ساعة بيولوجية بيسقف عشان معاه مية. المهم مفيش ساعة بيولوجية في السن ده، فأحب أقول لكم إن كنتوا هتستلموا الورقة دي بدري. فأسلم حل نعمل مبادرة رئيس الجمهورية، خلينا في 2 بس على الأقل، يبقى شفتين بدل ما يبقوا 3. أشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة. اعمل لايك واشترك في القناة.